بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الكرام وعشاق ومحب الساحرة المستديرة في كل مكان، متابعي شاشة قناة النادي الأهلي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه هي أرق تحياتي، محدثكم ومعلقكم الرياضي فاروق صلاح. يسعدني أن أصحبكم سويا والتعليق على ثاني اللقاءات الودية لفريق النادي الأهلي ضمن المعسكر الاستعداد والإعداد للموسم القادم المقام بإسبانيا وبالتحديد مدينة ألاكانتي الأسبانية. لقاء أو ثاني لقاءات النادي الأهلي على ملعب ديناتارا، لقاء يجمع ما بين النادي الأهلي ونادي نيو بورت كاونتي، أحد أندية الدوري الدرجة الرابعة للدوري الإنجليزي. الأهلي بيدخل هذا اللقاء بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، دامو اثنين مساكين محمد نجيب ورامي ربيعة، في اليمين محمد هاني، في الشمال باسم علي، في منتصف الملعب الثنائي عمرو السولية وحسام عاشور، قدامهم الثلاثي أحمد حمودي، ناصر ماهر، إسلام محارب، خلف رأس الحرب الوحيد والصريح عمرو جمال. بينما فريق نيوبورت كاونتي الإنجليزي يدخل اللقاء بتشكيل مكون من الحارس توم كينج في حراسة المرمى، قدامه الرباعي لازار ونوريس جورج، مارك أوبراين، مارفيل إكبيتا، تصف اثنين في نص الملعب مات دولان وروبي ويلموت، قدامهم ثلاثة موتوراي وكوري ويثلي، لويس كولينز، ورأس حربة باد رايج أموند. طاقم تحكيم إسباني لهذا اللقاء، مواجهة نشوفها ما بين الجهازين الفنيين، الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، والويلزي مايكل فيلاين المدير الفني لفريق نيوبورت كاونتي الإنجليزي. مواجهة زي ما قلت لحضراتكم هي ثاني مواجهات النادي الأهلي ضمن معسكر الإعداد لاستئناف بطولة الدوري العام بلقاء المقاولون العرب والزمالك، وأيضا الاستعداد للموسم الجديد. كل التوفيق للنادي الأهلي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين هي سلسلة من اللقاءات الودية والتجريبية، الهدف منها الوقوف على العناصر واستعادة بعض اللعيبة اللي كانت غائبة عن المشاركة في اللقاءات الأخيرة للنادي الأهلي. وأيضا النادي الأهلي ومستر مارتن لاسارتي بيضع إيده على بعض المراكز اللي أكيد النادي الأهلي محتاج لبعض الدعم فيها، وبيقدر من خلال لقاءات الودية يجرب كل اللاعبين. كل التوفيق للنادي الأهلي في هذا اللقاء، انتظر لقاء إن شاء الله لقاء يكون ممتع. ونشوف النهاردة التشكيلة اللي بيلعب بيها النادي الأهلي النهاردة، وفي غياب لمجموعة من اللاعبين حسين الشحات ورمضان صبحي وعمار حمدي، مجموعة من اللاعبين بتغيب عن أحداث هذا اللقاء للراحة. لكن مستر مارتن لاسارتي النهارده بيدفع بتشكيل زي ما قلت لحضراتكم، على يدنا اليمين النادي الاهلي، على يدنا الشمال فريق نيوبورت كاونتي. تبدا عند لاعب نورس جورج، لمارك اوبراين، لمارفل، يرجع لحارس المرمى توم كينج، مره ثانيه روبي ويلموت، يلعبها طويله عند لاعب روبي ويلموت، لكن محمد نجيب واحد من اللعيبه اللي دايما بيضرب المثل في النادي الاهلي، سابها رميه التماس لباسم علي اللي زي ما قلت لحضراتكم النهارده في مركز الظهير الايسر. سولية يرد باسم علي ويلعبها الطويله الطول الاماميه. شوف جبهات النادي الاهلي النهارده، اسلام محارب واحمد حمودي وناصر ماهر في مركز بلاي ميكر النادي الاهلي الصانع الالعاب، ادي باسم علي يلعبها باسم، عمرو جمال يستعيد بريقه ولمعانه تدريجيا هناك، الاستلامه حمودي بالقميص رقم 7 لمحمد هاني، يرجع ويسلم مره ثانيه لعاشور دولاب بطولات النادي الاهلي المتحرك حسام عاشور، التحضير من لاعب النادي الاهلي ناصر احد نتاج قطاع الناشئين بالنادي الاهلي الحمودي،
مثلثات او ثنائيات من لاعب النادي الاهلي. يرجع مره ثانيه لتلميذ النجيب في مدرسه المبادئ والقيم في النادي الاهلي محمد نجيب. لاعب محمد نجيب عمرك ما تسمع صوت محمد نجيب، عمرك ما تسمع مشكله لمحمد نجيب ابدا. محمد نجيب واحد من اللعيبه وادي اتلعبت طويله في اتجاه الغزاله عمرو جمال، ولكن توم كينج حلو التحضير اللي عمله النادي الاهلي، ولكن كان في رايه وصفاره، حلو تجميع اللعب ثم الكره الطويله في اتجاه عمرو جمال. شفنا المثلثات، شفنا التحضير اللي بيعمله النادي الاهلي، حاول النادي الاهلي يحضر للهجمات من خلال المثلثات والمربعات اللي بيعملها اللاعبين. ادي باسم علي اللي النهارده بنشوفه في مركز الظهير الايسر للنادي الاهلي. بتكلم على محمد نجيب اللي زي ما قلت لحضراتكم واحد من اللاعبين اللي بيضرب المثل، اللي اعترض في يوم من الايام انه موجود في مقاعد البدلاء. دي استلام من عمرو جمال، يرجع مره ثانيه عاشور حمودي. حمودي لم حمودي ضم للعمق حمودي، التمريره عمرو جمال، تصويبه من عمرو جمال لكن يمسكها الحارس توم كينج. توم كينج حارس المرمى يبدا ويحضر مع ماركو براين. لعبه طويله، الضغط من السوليه، حاول السوليه يقطع قبل اللعب مع مايك اوبراين، لكن مره ثانيه بعرض الملعب عند اللاعب موتوراي. موتوراي يصوب ويسدد، اتعمل عليه حائط صد دفاعي وخارج الملعب لرميه التماس. رايح اللاعب نورس جورج صاحب القميص رقم 17. نورس جورج دور على حد يسند عليه يلعبها مع مات دولان، يمشي مره ثانيه يغير اتجاه التمرير ويرجع بتمريره مع اللاعب لازار لخارج الملعب، ورميه التماس لصالح النادي الاهلي. حمداني احد نتاج ايضا قطاع الناشئين في النادي الاهلي، اتكلم على من اجمالي 11 لاعب في ارض الملعب، 6 لاعبين هم نتاج قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. بتتكلم على محمد هاني، بتتكلم على عاشور، على اسلام محارب، بتتكلم على ناصر ماهر، عمرو جمال، رامي ربيعه، يعني زي ما قلت لحضراتكم 6 لاعبين من اصل 11 لاعب هم نتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي. مش اي نادي سواء على مستوى مصر او البلاد العربيه او القاره الافريقيه ولا العالم تلاقي هذا الكم والعدد من اللاعبين من ابناء قطاع الناشئين بالفريق ده، بجانب اللعيبه الموجوده على مقاعد البدلاء واللعيبه الغايبه عن احداث اللقاء، وايضا اللعيبه الناشئين اللي بيتم الدعم تدعيم بيها خلال هذه المرحله. اللاعب عربي بدر لاعب النادي الاهلي مواليد 2001، واللاعب محمد عبد المنعم قلب دفاع فريق النادي الاهلي علي 99. باسم علي ورميه التماس، باسم يسند عمرو جمال قرب الثانيه، وادي التصويبه عايز ياخدها اسلام محارب بالقدم اليسرى من اسلام، ولكن لخارج الملعب، خارج الملعب وركله المرمى. هيلعب توم كينج الحارس، توم كينج لم يختبر باستثناء التصويبه اللي كانت من عمرو جمال. بنلعب في 5 دقائق من احداث عمر شوط اللقاء الاول، تعادل سلبي في هذا اللقاء اللي بيجمع ما بين النادي الاهلي ونادي نيوبورت كاونتي الانجليزي ضمن ثاني لقاءات النادي الاهلي الوديه في معسكر الاستعداد المقام بمدينه الاكانتي الاسبانيه. زي ما قلت لحضراتكم لقاء بيقام على ملعب بيناتارا السوليه، ثنائيه السوليه وعاشور. ادي السوليه، السوليه التمريرات الطوليه والقطريه اللي بيعملها، يبدا مره ثانيه يرجع باسم علي، استلم باسم يرجع ويحضر عاشور. ناصر ماهر محارب لناصر ماهر، ناصر حدوته وحكايه وقصه في الصمود، عايز يتعلم يعني ايه الصمود والكفاح والكلام كتير تقوله على الشخصيه بتاعت ناصر ماهر. فأرى فرصه اكلم حضراتكم على ناصر ماهر، احد الامثله للاعب اللي عنده طموح والصبر والايمان. مره ثانيه ادي ناصر ماهر، ناصر يرجع ويسلم محارب اللي ضم العمق الملعب، يرجع مره ثانيه حمودي القدم السحريه يصوب ويسدد حمودي، ولكن لخارج الملعب. ركله المرمى لفريق نيوبورت كاونتي. هيلعب بقى توم كينج، هيلعب بقى توم كينج
ركلة المرمى. يعني ناصر ماهر زي ما كنت بكلم بقول لحضراتكم عليه هو مثال وقصة للصبر و تقدر تقول عنوان للصبر والطموح. ناصر ماهر وهو في الناشئين يا جماعة كان أصيب بقطع في الرباط الصليبي. مرة تانية رامي ربيعة هكمل واستكمل مع حضراتكم. باسم علي مع إسلام محارب ولكن لخارج الملعب رامي التماس. كان أصيب ناصر ماهر بالرباط قطع في الرباط الصليبي وهو موجود في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بعد ما عمل الأسبوع بالظبط أسبوع عقب ما عمل العملية ناصر ماهر جراحة الرباط الصليبي أصيب مرة تانية بقطع في الرباط الصليبي. تقدر تقول إن هي كانت من الممكن إن هي تأثر على حياة لاعب الكرة أو إن هي ممكن تنهي حياة لعيب الكرة، لكن الصبر والإيمان اللي كان عند والقوة اللي عند ناصر ماهر قدرت إن ترجع ناصر ماهر مرة تانية ونشوفه واحد من العناصر الأساسية للنادي الأهلي. باسم علي من الجانب الأيسر ولكن لخارج الملعب ياخد منها ركلة ركنية. أدي ناصر ماهر اللي كنت لسه بقول لحضراتكم عليه. دايما بنحاول نضرب اللاعبين المثل واللعيب الناشئ واللعيب أيضا يتعلم ويشوف مهما كان الإصابة لازم يكون عندك الصبر وإنك ترجع مرة تانية. ناصر ماهر يلعب ويعلق ضربة الرأس لكن لخارج الملعب ركلة المرمى. توم كينج يلعب ركلة المرمى لنيوبورت كاونتي. كاميرا قناة النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم موجودة بتغطية شاملة كل صغيرة وكبيرة ولقاءات حصرية فقط على قناة النادي الأهلي لكل كواليس معسكر النادي الأهلي بإسبانيا بمدينة ألاكانت الإسبانية. لعبت الطويلة الطولة الأمامية باسم علي. باسم واحد من اللعيبة اللي تحب لمسته للكورة. عاشور تاريخ ودولاب بطولات النادي الأهلي المتحرك على أرض الملعب. ناصر التمريرة لمحمد هاني. محمد هاني يرجع ويسلم للسولية. التحضير اللي بيعمله النادي الأهلي التمريرات اللي بأرض الملعب اللعبة من لمسة واحدة. السولية ادي الهمس ادي اللمس. عمرو جمال يرجع مرة تانية بيضغط حمودي وناصر ماهر. شوف ثلاثية ناصر ماهر وحمودي وإسلام محارب. مرة تانية اللعب مات دولان اتلعب الطويلة لكن يرد مرة تانية. ادي عاشور ناصر ماهر. ناصر يرجع لباسم علي يحضر باسم لحسام عاشور. عاشور للسولية. السولية عايز يلعب الطويلة والتحرك من محمد هاني. استلم هاني. هاني يلعب عرضية أرضية مكمل محارب والتصويبة من محارب لكن اتعمل تاكلينج وبلوك دفاعي من اللاعب مارك أوبراين. لكن جميلة شوف الكرة العرضية اللي اتلعبت من وضع الحركة من محمد هاني. لكن ارجع وشوف الطولية اللي لعبها عمرو السولية. كرات قلت لحضراتكم الأهلي بيجمع اللعب بيلعب بيعمل تمرينات أو مثلثات يجمع اللعب ثم الكرة الطويلة اللي بيلعبها عمرو السولية على الأجناب سواء في اتجاه محمد هاني أو باسم علي. محمد هاني يلعبها من وضع الحركة قاطع على القائم البعيد إسلام محارب. مرة تانية الركنية عدت مرت فاتت خارج الملعب. رمية التماس لصالح النادي الأهلي رايح صاحب القميص رقم 30 محمد هاني ورايح له حمودي القميص رقم 7 لأحمد حمودي. محمد هاني الجناح الأيمن الطائر للنادي الأهلي محمد هاني. حمودي يرجع مرة تانية لمحمد هاني الزعاد لكن يضغط عليه لاعب مارفل في منتصف الملعب روبي ويلموت. عايز يعدى من الجانب الايسر ضغط عليه هاني. سرعه الارتداد وسرعه التحول والانتقال امر مهم جدا. هيصوب ويسدد يا ولد تصويبه بجوار القائم الايسر لمرمى الحارس علي لطفي من النجم اللاعب بادرايك اموند. تصويبه بجوار القائم الايسر علي لطفي. تعليمات والتوجيهات زي ما حضراتكم سامعين من الجهاز الفني للنادي الاهلي وايضا من الجهاز الفني لفريق نيوبورت كاونتي. مدير الفني مايكل فلاين الولدي يرجع مرة تانية فريق نيوبورت عند اللاعب لازار
يلعبها طويلة لزار، ولكن لخارج الملعب. رمية التماس لصالح النادي الأهلي. محمد هاني يلعب، رمية التماس هاني، اتناشر دقيقة من أحداث عمر شوط اللقاء الأول. التعادل السلبي عنوان اللقاء ما بين الأهلي ونيوبورت كاونتي. ترجع مرة تانية لمحمد نجيب، نجيب يرجع ويسلم لعاشور، باسم علي، حسام عاشور، عاشور كابتن فريق النادي الأهلي واحد النجوم اللي سطرت الصفحات المضيئه في تاريخ النادي الاهلي. ناصر ماهر غير ملعب هناك في الجانب الايمن عند محمد هاني. وبالمناسبه يعني بمناسبه احنا بنتكلم على حسام عاشور، نتكلم ايضا ان في هذه الفتره اختبارات القطاع الناشئين بالنادي الاهلي موجوده. هحكي لحضراتكم قصه انضمام حسام عاشور للنادي الاهلي، ازاي انضم حسام عاشور للنادي الاهلي. حسام عاشور كان دخل النادي الاهلي عن طريق الاختبارات، فاقرب فرصه هقدر اكلم واقول لحضراتكم. يبدا مره ثانيه نورس جورج، يرجع ويسلم تمريرات بعرض الملعب عند مارفل للازار، يرجع مات دولان، حاول يعمل تمريرات ايضا ويحضر فريق نيوبورت كاونتي. مارفل يلعبها طويلة الطول الأمامية، مارفل في اتجاه المحطة الهجومية القوية لويس كولينز، ولكن لخارج الملعب. رامي التماس باسم علي، باسم يرجع ويسلم ناصر ماهر الحاوي، ناصر لعاشور، حسام عاشور يرجع ويسلم لحمودي. تمريرات من لاعب النادي الأهلي، حلو سرعة التحول والتحضير والانتقال اللي بيعمله النادي الأهلي من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. حسام عاشور لاعب التيمبو، لاعب ضبط الإيقاع، لاعب اللي تظبط عليه رتم الأداء في منتصف الملعب. السولية، السولية دايما السولية بياخد المهام الهجومية وعاشور بيتولى المهام الدفاعية. محمد هاني هيرجع ويسلم مرة تانية لعاشور، الحاوي، ناصر ماهر، ناصر لباسم علي، لإسلام محارب. السولية مرة تانية بعرض الملعب، طالع رامي ربيع، رامي من نفس المكان في النجم الساحلي، صوب وسدد. يا ولد يا ولد على التمريره، يلعبها عمرو جمال، يلعبها عرضيه ولكن خارج الملعب، معديه للركله الركنيه. من نفس المكان كان سدد رامي ربيع واحرز في شباك النجم الساحلي، ولكن النهارده رامي ربيع يلعبها في عمق الدفاعات وتحرك نموذج من عمرو جمال، ولكن اصطدمت العرضية عمرو جمال ولا خارج الملعب وركلة ركنية. رايح أحمد حمودي بالقدم اليسرى، يرجع ويسلم مرة تانية حمودي، حمودي تصويبة بالقدم اليسرى لكن سهلة في يد الحارس توم كينج. كانت تصويبة إسلام محارب، توم كينج يرجع ويسلم للازار، لازار لف لازار، غير معاه زاويه التمرير ورجع مره ثانيه لمارك اوبراين. روبي ويلموت، روبي ويلموت صاحب القميص رقم 2، 29 عام. لازار عند لاب لويس، ولكن يقطع مره ثانيه حمودي، حمودي لمحمد هاني، جابها خفيفه الحركه، جابها اللي فيها محمد هاني و أحمد حمودي، جابها خفيفة الحركة. أيضا الجبهة اليسرى اللي فيها باسم علي، شوفها مع إسلام محارب، لكن يرجع مرة تانية ويلم ربيعة، رامي ربيعة، رامي قلب الأسد، رامي يلعبها طويلة الطول الأمامية، رامي عند إسلام محارب، طويلة كنترول الاستلام مش موجود من إسلام محارب. إسلام محارب أحد نتاج قطاع الناشئين أيضا بالنادي الأهلي. إسلام محارب هنشوف رامي التماس، لاعب مارفل إكبيتا، لاعب من أصول نيجيرية، الإنجليزي من أصول نيجيرية مارفل إكبيتا صاحب 23 عام. مرة ثانية باسم، رامي ربيعة،
يشتت ترامو ويلعبها طويله سهله للحارس توم كينج. يبدا ويستلم اللاعب كوري ويثلي في عرض الملعب مع مات دولان لمارفل. مارفل اكبيتا اللي بقول لحضراتكم عليه من اصول نيجيريه الانجليزي صاحب ال 23 عام يرجع لتوم كينج. توم كينج يبدا لازار بدرايك يرجع ويحضر. حلو الارتداد اللي بيعمله النادي الاهلي يا جماعه، يعني حلو الارتداد اللي بيعمله في نص الملعب والتمركز اللي بيعمله لاعبي النادي الاهلي، وادي الانتشار، ادي الوقفه بتاعت اللاعبين. دايما يا جماعه وانت معاك الكوره بيبقى ليك طريقه لعب، وانت مش معاك الكوره بيبقى ليك شكل ووقفه في الملعب، وادي جانب من الحضور في هذا اللقاء الموجود في ملعب بيناتارا بمدينه الاكانت الاسبانيه. ادي مارفل يلعب مع مات دولان مأمن خط دفاع النادي الاهلي. ناصر ماهر يبدا ويحضر مره ثانيه. حمودي يطلع محمد هاني. محمد هاني من الجانب الايمن، محمد هاني يلعبها هاني لكن مقطوعه ترجع مره ثانيه. ربيعه يسلم لعاشور. حمودي يحضر مع السليه. السليه يرجع لباسم كعب القدم من محارب، حب يلعبها مع اسلام محارب مع باسم علي لكن مقطوعه. انتشار جيد ايضا من فريق نيوبورت كاونتي في الشق الدفاعي، لسه ما شفناش فريق نيوبورت في الجانب الهجومي لكن هو عامل انتشار جيد في منتصف الملعب، تقدر تقول بيخنق الملعب على لاعبي النادي الاهلي في عمليه التمريرات. ادي اللاعب كوري ويثلي يرجع ويسلم مره ثانيه. مارك اوبراين لويثلي. لازار التمرير عند لويس يرجع ويسلم مره ثانيه. نورس جورج يلعبها طويله الطوله الاماميه. الناس ما قلناش اسم علي لطفي حتى الان. يبدا مره ثانيه باسم علي. باسم ضم العمق الملعب يلعب في اتجاه ناصر ماهر لكن مقطوعه. ارتداد سريع من اللاعب كوري ويثلي. توم كينج يلعبها طويله تعديش نص الملعب، امتصاص بتمرير من السليه مره ثانيه. السليه يلعب لعاشور. عاشور يرجع ويسلم لرامي ربيعه. محمد هاني يرجع ويسلم لحمودي. السليه عايز يصوب ويسدد. يرجع مره ثانيه عاشور. باسم علي التحضير من لاعب النادي الاهلي، وادي اللي بقول لحضراتكم عليه الانتشار اللي بيعمله فريق نيوبورت في منتصف ملعبه. يا ولد على التمريره، حلوه التمريره اللي في العمق. اهلي في امور مميزه جدا، التمريرات اللي بتتلعب في عمق الدفاعات وتجميع اللعب والتحركات اللي بتتعمل من غير كره امر مميز حتى الان في الجانب الهجومي للاعبي النادي الاهلي في هذا اللقاء. حسام عاشور اللي كنت بقول لحضراتكم عليه، حسام واحد من كباتن النادي الاهلي اساطير النادي الاهلي. حسام عاشور دخل اختبارات النادي الاهلي مرتين ولم يوفق، وفي المره الثالثه دخل اختبارات النادي الاهلي كانت في نادي المعادي، واللي اختاره بالمناسبه هو الكابتن اسامه عرابي. وحسام عاشور لما دخل الاختبارات دخل في مرحله سنيه اكبر منه بسنتين. كابتن اسامه عرابي كان لاعب حسام عاشور وشاف اللاعب حسام عاشور ولعبه في مرحله سنيه في نفس اليوم اللي كان جاي يختبر فيه حسام عاشور، لعبه في مرحله سنيه اكبر منه بسنتين وتالق واجاد، ومن يوميها وقع حسام عاشور استمارات انضمامه للنادي الاهلي واصبح واحد من اللعيبه المميزه. دايما بنقول فرصه والطموح عند اللاعبين. حسام عاشور لاعب ضم للنادي الاهلي عن طريق اختبارات الناشئين في النادي الاهلي، ممكن لم يوفق في مره وفي الثانيه لكن لازم يكون عندك الطموح، صمم على هدفه ودخل اختبارات النادي الاهلي للمره الثالثه ثم اصبح واحد من اساطير النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي. نعم انه حسام عاشور. ادي حسام عاشور اللي كنت بقول لحضراتكم عليه.
كعب القدم عند لاب لويس. لويس عدى مر فات العب العرضية لعبت عرضية جميلة، لكن شوف السلية، شوف موقع السلية، ولكن حاكم اللقاء أشار به تسب. حكم اللقاء ركلة الجزاء على النادي الأهلي، تسب ركلة الجزاء، وبدرايج صاحب القميص رقم 9 ركلة الجزاء على النادي الأهلي، وفرمان من حكم اللقاء باحتساب ركلة الجزاء، ومواجهة ما بين بدرايج وعلي لطفي، ودي هدف أول لفريق نيوبورت كاونتي، هدف أول عن طريق لاب بدرايج أموند. بدرايج أموند صاحب القميص رقم 9 لاعب الأيرلندي بدرايج مازبا لاعب، هذا لاعب شارك في 45 مباراة الموسم الماضي، أحرز 14 هدف وصنع 10 أهداف، أحد اللاعبين لنادي باكوس فيريرا البرتغالي. هدف أول لفريق نيوبورت كاونتي في شباك علي لطفي من ركلة جزاء أحرزه اللاعب بدرايج أموند، هدف أول. يبدأ مرة تانية النادي الأهلي، عاشور حمودي في الجانب الأيمن لمحمد هاني. محمد هاني أيضا يعني في أقرب فرصة أقدر أقول لحضراتكم قصة انضمام محمد هاني لفريق النادي الأهلي. يبدأ ناصر ماهر، ناصر عايز يعدي، ناصر ماهر يسلم لرامي ربيعة، رامي لحمودي، حمودي مو ولم، حمودي غير مرة تانية التمريرة اللي في العمق، ادي الامر اللي بقول لحضراتكم عليه، التمريرات اللي في عمق خط الدفاع اللي بيعملها لاعب النادي الاهلي. باسم علي، باسم يرجع ويسلم مرة تانية، حسام عاشور، عاشور لرامي ربيع، التمرير عند محمد هاني، محمد هاني لم، محمد هاني يلعب بالقدم اليسرى، علقها جميله بالقدم اليسرى، لكن التشتيت من مات دولان. مره ثانيه محمد هاني، هاني يلعب، هاني حمودي، فقد حمودي الكنترول على الكوره، اتلعبت مره ثانيه عند لاعب بدرايج اموند هداف فريق نيوبورت كاونتي. يرجع مرة تانية المات دولان، مقطوعة حمودي، عمرو جمال، جمال وقف على الكور، عمرو جمال اتقفلت عليه، يرجع مرة تانية الغزال عمرو جمال، محمد هاني، التمريرة اتعلقت، مين مكمل؟ لكن هنا اللاعب روبي ويلموت صاحب ال 29 عام والقميص رقم 2 مضغوط عليه من اسلام محارب، يلم مرة تانية اللاعب كوري ويثلي عند مارفل اكبيتا، ارتدى السريعة، وادي سرعة التحول ايضا اللي بيعملها فريق نيوبورت كاونتي، اضغط عليه من محمد هاني عند مارفل، يلعب مارفل ليه كوري ويثلي، يلعب عرضية، التشتيت والتمركز الجيد، عدى وانطلق ناصر ماهر وسط اثنين ووسط ثلاثة، وذكريات الماضي الجميل يا ولد يلعبها جميلة. حكم اللقاء أشار بيه، ادي الأمر المميز يا جماعة لازم ناخد بالنا منه، التمريرات اللي في عمق الملعب اللي بيعملها النادي الأهلي، التمريرات السحرية والتحرك اللي بدون كرة بيعمله لاعب النادي الأهلي، شوف التمريرة اتلعبت ازاي والقطعة الجميلة، وادي صافرة حكم اللقاء. يعني زي ما كنت بكلم حضراتكم على قصة انضمام حسام عاشور للنادي الأهلي، نلعب في الدقيقة 26 من أحداث عمر شوط اللقاء الأول، تقدم لفريق نيوبورت كاونتي على النادي الأهلي بهدف من ركلة الجزاء أحرزه اللاعب بدرايك أموند صاحب القميص رقم 9. زي ما قلت لحضراتكم على قصة انضمام حسام عاشور للنادي الأهلي، بقول لحضراتكم ايضا على قصه انضمام محمد هاني للنادي الاهلي. محمد هاني كان زميل وصديق لاحمد حسن كوكا لاعب النادي الاهلي السابق والمنتخب المصري، كان زملاء في المدرسه، فكوكا شاف محمد هاني وهو بيلعبوا مع بعض في المدرسه، فكلم المدرب في النادي الاهلي، كلم المدربين في النادي الاهلي على محمد هاني ك
احد اللعيبه المميزه اللي موجود معاه في المدرسه، فحدد له ميعاد يجي يجيب فيه محمد هاني. وبالفعل جاب محمد هاني وتم اختباره في النادي الاهلي، ومن اول يوم تم قبول محمد هاني في النادي الاهلي، واصبح محمد هاني واحد من ابناء قطاع الناشئين وابناء النادي الاهلي. وها هو محمد هاني موجود في الفريق الاول بيقود الجبهه اليمنى للنادي الاهلي. دايما بنتكلم على المواقف، يعني في بعض المواقف والصدف اللي بتحدد مصير لاعبي كره القدم ويتحدد الطريق. حسام عاشور تصعيده للفريق الاول كان بامر من الصدفه. ادي مستر مارتن لاسارتي بيدي تعليماته للاعبي النادي الاهلي. يعني حسام عاشور قصه تصعيده للفريق الاول كان مستر مانويل جوزيه. حسام عاشور كان عنده 17 سنه، كان مستر مانويل جوزيه نازل يتفرج على اربع لاعبين موجودين في فريق الشباب بالنادي الاهلي. فبعد ما اتفرج على اللقاء، حسام عاشور كان بالمناسبه في قطاع الناشئين بيلبس القميص رقم 4، فقال لهم انا عايز الولد اللاعب رقم 4، فقالوا له ده مش من ضمن الاسماء الموجوده، يعني مش من ضمن الاربع اسماء اللي احنا جايبينهم لحضرتك. قال لهم انا عايز ده ولازم يكون عندي في التتش بكره. وبالفعل من يوميها تم اختيار حسام عاشور، واول لقاء ما بينه وما بين مستر مانويل جوزيه، مستر مانويل جوزيه قال له كلمه، قال له انا صعدتك للفريق الاول وعارف انك مش هتنزل تاني تلعب في الناشئين وهتكون من العناصر الهامه والاساسيه. وبالفعل اصبح حسام عاشور واحد من اهم اللاعبين في تاريخ النادي الاهلي وخط وسط النادي الاهلي. شوف ركله حره للنادي الاهلي، يعني بنستغل اللحظات اللي فيها توقف للمباراه نرجع ونسترجع بعض الذكريات ونالف الصفحات والملفات. ركله حره للنادي الاهلي، حمودي يلعب ويعلق ضربه الراس، ولكن في ايد الحارس توم كينج. ما شاء الله ما شاء الله، شوف الحارس توم كينج، يعني ما شاء الله كينج كونج توم كينج حارس، يعني طريقه لعبه المصارعه توم كينج. اتلعبت طويله الطوليه الاماميه، محمد هاني للسلية، يا السلية حمودي يرجع ويسلم ناصر ماهر، تمريرة السلية مرة تانية، محمد نجيب لباسم علي، باسم يرجع ويسلم لعمرو السلية. دايما عمرو السلية يحب يلعب في المنطقة اللي ما بين دايرة السنتر وقوس ال 18 في حالة فقد اللي في حالة ان الكرة تكون مع النادي الاهلي، تلاقي او اللاعب عمرو السلية دايما ينزل يسقط لتحت علشان يلعب ويعمل عملية التسليم والتسلم والربط ما بين خط الدفاع وخط الوسط. ناصر ماهر يرجع ويسلم، نجيب لرامي ربيع، ربيع محمد هاني في الجانب الأيمن، محمد هاني يلعب التمريرة يا ولد على اللعب من لمسة واحدة، حمود العرضية، الأرضية عدت مرة تحط يا إسلام محارب، تصويبة إسلام محارب بالقدم اليسرى ولكن لخارج الملعب. ادي إسلام محارب، وادي الركلة الركنية للنادي الأهلي، رايح أحمد حمودي يلعب بالقدم اليسرى، الكرة اللي فيها سويرف داخل المرمى. بنلعب في 30 دقيقة من أحداث عمر شوط اللقاء الأول، تقدم لفريق نيوبورت كاونتي على النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء احرزه اللاعب بادرايج اموند صاحب القميص رقم 9، لاعب الايرلندي بادرايج. حمودي يلعبها بالقدم اليسرى، وادي التغطيه الدفاعيه، وادي التصويبه مره ثانيه ولكن لخارج الملعب ركنيه. التغطيه الدفاعيه اللي بيعملها اللاعب موتوراي، بالمناسبه موتوراي يا جماعه لاعب 19 عام، عمره 19 سنة. وادي حمودي مرة تانية بالقدم اليسرى، حمودي يلعب ويعلق، حمودي استلم محارب حب يستلم لنفسه، دفع من اسلام محارب ولكن حاكم اللقاء اشر باستئناف اللعب ولا اي حاجة ورمي التماس اتلعبت السريعة للنادي الاهلي. حمودي 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 مو عدى يا ولد، حمودي العرضيه، الارضيه عدت مرت فاتت بغرابه امام لاعبي النادي الاهلي، مره ثانيه روبي ويلموت روبي ولكن يضغط باسم علي. عمرو جمال عجبني عجبني الحاله اللي عند عمرو جمال، حاول يتحرك عمرو جمال في كل مكان،
حاول يستعيد مستواه العالي. عمرو جمال واحد من الهدافين المميزين. عمرو جمال لولا الإصابة، عمرو جمال يعني، لكن الإصابة قدر ونصيب، أصبح عمرو جمال هو مهاجم مصر الأول. حمودي، حمودي يلعب التمريرة، آدي عمرو جمال تمريرة مع إسلام، ولكن اللي خارج الملعب رمية التماس أثر كتير. عمرو جمال بالإصابة، كان أصيب على ملعب ومنتجع الأسيوطي في لقاء الأهلي والأسيوطي. عمرو جمال يعني من اللحظات بتبقى المؤلمة للعيب ولاعب كرة القدم، لحظات الإصابة، خاصة لما تكون إصابة بحجم الإصابة الرباط الصليبي اللي كان تعرض ليها عمرو جمال. حكم اللقاء رايح، وأحد اللاعبين أعتقد اللاعب لويس كولينز 18 عام، لاعب لويس كولينز لاعب الويلزي، يعني معظم اللاعبين هتلاقيهم في فريق نيوبورت كاونتي من ويلز مدير الفني ايضا الويلزي للفريق مايكل فلاين. بالمناسبه فريق نيوبورت كان تاسس عام 1912، قيمه السوقيه للفريق 1,260,000 يورو. اغلى لاعب هو اللاعب بادرايك اموند، قيمته 270,000 يورو. الموسم الماضي كان انهى الفريق المسابقه او البطوله بطوله الدوري الدرجه الرابعه في المركز السابع برصيد 71 نقطه، وبفارق 14 نقطه عن بطل المسابقه نادي لينكولن سيتي. احرزوا في 46 مباراه، هي عمر المسابقه 59 هدف، واستقبلت شباكهم ايضا 59 هدف. متوسط اعمار لاعبي هذا الفريق 25 عام. الفترة الذهبية لفريق نيوبورت كاونتي كانت من عام 1978 إلى عام 1982، هي الفترة الأكثر نجاحا في تاريخ هذا النادي، وتحديدا تحت رئاسة ريتشارد فورد. شارك الفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 78-79، وفاز على فريق وستهام يونايتد 2-1 في الجولة الثالثة قبل أن يتلقى الخسارة أمام فريق كوليشتر يونايتد في الجولة الرابعة عام 1900. في الجولة الرابعة من أبرز اللاعبين اللي قدمهم الفريق هو اللاعب جون الدرايج، اللي أصبح واحد من أكثر الهدافين في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. مناله كل السلامة. لاعب المصاب خرج لاعب فريق نيوبورت خارج الملعب، نتمنى له كل السلامة. طبعا في هذه اللقاءات الودية كل اللي يهمنا في المقام الأول هو سلامة اللاعبين، سواء لاعبي النادي الأهلي أو لاعبي فريق نيوبورت كاونتي. دايما زي ما قلنا ودايما بنقول إن اللقاءات الودية ليس الهدف منها النتائج، وادي مرة تانية بيلعبها ناصر مالك كده ويركنها بباطن القدم، ولكن توم كينج، كينج كونج حارس المرمى. قول لقاءات الودية دايما المقياس ليس النتائج قد ما انا بجرب بعض اللاعبين، بجرب بعض الخطط، بجرب بعض الجمل الفنية، عندي وقوف على حالة بعض اللاعبين، اجرب بعض اللاعبين في بعض المراكز. النهارده بنشوف باسم علي في مركز الظهير الايسر، ونوعيه، ولازم نكون صراحه مع بعض، نوعيه اللعيب اللي يلعب في النادي الاهلي يا جماعه، لازم اللعيب اللي يجيد اللعب في اكثر من مركز. ظروف المباراه قد تفرض عليك في وقت من الاوقات انك محتاج تغير لاعب. ادي جانب من الحضور زي اللي قلت لحضراتكم بيتابعوا هذا اللقاء في مدينه الاكانتي الاسبانيه، تحديدا في ملعب بيناتارا. مره ثانيه يقطع روبي ويلموت، لكن ارتداد سريع من النادي الاهلي. السوليه
من اهم الامور المميزه هي سرعه الانقضاض من اللعب المدني وسرعه استخلاص الكره. ناصر ماهر، ناصر التمريره يرجع مره ثانيه، ناصر ماهر موه وغير زاويه التمرير، وادي التمريرات اللي بقول لحضراتكم عليها. شوف من اول بدايه اللقاء واحنا بنلعب في الدقيقه 37، شوف التمريرات اللي بتتعمل في عمق الملعب، التمريرات اللي بتتعمل في عمق خط الدفاع والتحركات اللي بدون كره، امور مهمه جدا. يعني من اكتر الامور اللي لفتت نظري في اللقاء حتى الان التمريرات اللي بتتلعب في عمق الملعب، سواء من السوليه، سواء من حمودي، سواء من ناصر ماهر، بيقابلها في نفس الوقت التحركات. هي ليست امور من قبيل الصدفه، لكن هي امور فنيه، جمل فنيه اكيد متحضره لانها اتكررت اكتر من 4 أو 5 مرات. اذا في امور فنيه بتتلعب بيعملها النادي الاهلي، عمليه ان انا اجمع اللعب واعمل التمريرات اللي في العمق والتحرك اللي بدون كره اللي بيعمله لاعبي النادي الاهلي خلف قلبي الدفاع اللاعب لازار ومارك اوبراين. يرجع مره ثانيه عند اللاعب كوري ويثي، لكن مقطوعه. اسلام محارب، 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 يرجع ويسلم لناصر ماهر من لمسه واحده. دي مره ثانيه جانب من الحضور في هذا اللقاء، وادي الجهاز الفني للنادي الاهلي، كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمد يوسف والكابتن طارق سليمان وسباستيان وباقي افراد الجهاز الفني للنادي الاهلي. باسم علي يرجع مره ثانيه، ناصر يصوب ويسدد، هاش حل غير كده، تصويبه ناصر ماهر. وادي توم كينج 38 دقيقه ما مليتش في وش ناصر ماهر، قصه طموح وكفاح عنوانها ناصر ماهر. خرج للاعاره لنادي بتروجيت ثم فريق سموحه ثم العوده للنادي الاهلي. ناصر ماهر لسه عنده كتير، لسه عنده كتير. بقول لحضراتكم اللي اتفرج على ناصر ماهر في الناشئين، لا يقول لحضراتكم لسه عنده كتير. ناصر ماهر مره ثانيه، تمريرات من فريق نيوبورت عند اللاعب روبي ويلموت. باسم علي، باسم، ادي اسلام محارب، وادي التوظيف، وادي سرعه الانتقال مره ثانيه. شوف التحول، شوف باسم علي، لو الكاميرا تفتح معانا شوف باسم علي فين، هتلاقيه واقف على اللاين هناك. حمودي، سلام على التحرك من محمد هاني، هيقوماني لكن خارج الملعب ركله المرمى. في امور مميزه يا جماعه، تكتيكيه وفنيه بتتم في ارض الملعب، في امور فنيه مميزه. ادي باسم علي اللي كنت بقول لحضراتكم عليه، باسم علي قطع الكوره منين، وشوف باسم علي لو الكادر كان فتح معانا كنا نشوف التحرك بتاع باسم علي والتحول السريع اللي عمله النادي الاهلي. اذا على الرغم من ان نتيجه تقدم لنيوبورت بهدف مقابل لا شيء على النادي الاهلي من ركله جزاء، لكن تقدر تقول ان النادي الاهلي افضل، النادي الاهلي اخطر، النادي الاهلي فنيا وتكتيكيا في الملعب افضل بكتير من فريق نيوبورت، استثناء الهدف اللي احرزه فريق نيوبورت من ركله جزاء. لكن بعض الامور الفنيه والجمل الفنيه اللي بتتعمل من لعيب النادي الاهلي، تحضير اللي بيعمله لعيب النادي الاهلي، سرعه استخلاص الكره. باسم علي، باسم عاشور من لمسه واحده، يرجع لنجيب، رامي ربيعه، محمد هاني في الجانب الايمن، هاني يرجع لحمودي، حمودي يلعبها ويعلقها في عمق الملعب برضه زي ما بقول لحضراتكم. التمريرات اللي في عمق الملعب على الرغم من طول اقامه قلبي الدفاع وخط دفاع فريق نيوبورت، سواء اللاعب السلوفيني لازار او نورس جورج او مارك اوبراين او مارفل اكبيتا، شايف بدلاء النادي الاهلي واجراء العمليات الحمايه. شوف الركله الركنيه لعبت من ناصر ماهر، وادي ضربه راس، ادي ضربه راس وارتقاء من عمرو جمال تدريجيا. ان شاء الله عمرو جمال هيستعيد بريقه ولمعانه كواحد من اللعيبه المميزه. تاج الكوره تطوع، تاج الكوره تطوع عمرو جمال. يبدا مره ثانيه روبي ويلموت، روبي ويلموت يلعبها طويله الطول الاماميه، يرجع بادرايج، بادرايج اغلى اللاعبين زي ما قلت لحضراتكم قيمته 260 الف يورو. اللاعب بادرايج، سليه، محمد نجيب،
رامي ربيع، محمد هاني. ادي التحضير مره ثانيه اللي بقول لحضراتكم عليه، اللي بيقابلوا التراجع من فريق نيوبورت. حسام عاشور يلعب لنجيب، زياده من نجيب في منتصف ملعب فريق نيوبورت. باسم علي، اسلام محارب، تحضير التمرير. عاشور يلعبها مع ناصر ماهر، طويله مقطوعه. ويثلي يقطع عاشور، لكن مره ثانيه استخلاص من النادي الاهلي. محمد هاني في الجانب الايمن، يلا يا هاني. محمد هاني يلعب ويعلق العرضيه، تدخل من اللاعب اللازار. مره ثانيه محارب اتسندت، عدت عمرو جمال، يسند، عايز يسند لناصر. من جاي تصويبه من حسام عاشور بالقدم اليسرى، تصويبه لخارج الملعب من حسام عاشور الى ركله المرمى. 42 دقيقه من احداث عمر شوط اللقاء الاول، والتقدم لفريق نيوبورت كاونتي الانجليزي على النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء في ثاني اللقاءات الوديه لفريق النادي الاهلي ضمن معسكر الاستعداد المقام باسبانيا، بالتحديد مدينه الكانتي الاسبانيه، مدراء المقاومه على ملعب بيناتارا. يبدا مره ثانيه فريق نيوبورت عند اللاعب ويسلي، يرجع ويسلم للازار، يعلقها ويلعبها طويله، ضربه راس يعني حب يسندها ولكن سهله لعلي لطفي. يبدا مره ثانيه السليه، التمريره من السليه لكن طويله عند كينج كونج او توم كينج في الجانب الايسر لفريق نيوبورت. ويثلي اللاعب اللي بيتحكم في رتم الاداء في حاله ان الكره تكون مع فريق نيوبورت، يرجع ويسلم مره ثانيه لازار، يلعبها بعرض الملعب ويغير ملعب عند روبي ويلموت. روبي ويلموت احد افضل اللاعبين بالمناسبه في هذا الفريق، لاعب بياخد حريه الحركه في ارض الملعب. روبي ويلموت، نورس جورج يلعبها طويله لكن عاشور، حمودي لعاشور، عمرو السليه، باسم علي، باسم يرجع باسم للسليه بعرض الملعب. يبدا السليه مع رامي ربيع. شوف الفريق النادي الاهلي بالكامل في منتصف ملعب فريق نيوبورت، محمد هاني مو يسند مره ثانيه عند ناصر ماهر، مكمل محمد هاني لكن اتقطعت، يكمل حمودي. حمودي عمرو واسلام محارب لناصر ماهر. ناصر باسم علي جاله ناصر ماهر، ناصر يرجع بعرض الملعب. السليه يسند عاشور، عاشور يغير زاويه التمرير ويلعبها. وادي ادي الكرات اللي بقول لحضراتكم عليها يا جماعه، ادي الكرات اللي بقول لحضراتكم عليها، التمويه والكرات اللي بتتلعب في العمق. لا في شغل فني زي ما قلت لحضراتكم بيتعمل في ارض الملعب. وادي ناصر ماهر، نلعب خلاص في الدقيقه 45 من احداث عمر شوط اللقاء الاول. ناصر ماهر يلعبها ناصر على القائم البعيد، وادي ضربه راس من عمرو جمال، ضربه راس قويه من الغزال عمرو جمال. والله هتيجي يا عمرو، والله هتيجي يا عمرو، تدريجيا هتيجي يا عمرو ان شاء الله. ضربه راس لكن الركنيه اتلعبت من ناصر ماهر، مفيش اجمل ولا احلى ولا اروع من كده، وارتقاء بضربه راس من عمرو جمال، ولكن صافره نهايه احداث شوط اللقاء الاول. بنهايه شوط اللقاء الاول بتقدم فريق نيوبورت كاونتي على النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء احرزه اللاعب بادرايج من ركله جزاء. اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، كان هذا هو كل ما لدينا في شوط اللقاء الاول، في انتظار ما سيكتب وسيكون في شوط اللقاء الثاني. استراحه قصيره ثم نعود لحضراتكم مع احداث الشوط الثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مره ثانيه اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، نلتقي سويا واحداث شوط اللقاء الثاني من اللقاء الودي ما اللي بيجمع ما بين النادي الاهلي ونادي نيوبورت كاونتي المقام هنا في مدينه الكانتي الاسبانيه على ملعب بيناتارا. شوط اول انتهى بتقدم فريق
نيوبورت على النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء احرزه اللاعب بدرايك من ركله جزاء. شوف النادي الاهلي اجرى مجموعه من التبديلات هنقولها مع بعض في ارض الملعب. احمد فتحي، شايف احمد فتحي في ارض الملعب، عربي حمدي فتحي قول لحضراتكم، ونشوف التبديلات اللي عملها النادي الاهلي. رامي ربيعه يرجع مره ثانيه لاحمد فتحي، استلم القسطى والمعلم صالح جمعه، صالح لحمدي فتحي، في الجانب الايسر لعبت طويله لكن سهله عند الحارس توم كينج. زي ما قلت لحضراتكم مجموعه من التبديلات عملها النادي الاهلي، وشايف احمد الشيخ ايضا في ارض الملعب. اتلعبت الطويله الطوليه الاماميه، استلم احمد فتحي، احمد الشيخ بالقميص 22 وذكريات الماضي الجميل. رامي ربيعه يرجع مره ثانيه، السليه نجيب في الجانب الايسر، يبدا ويسلم النادي الاهلي مره ثانيه. ادي المعلم، المعلم بتاع النادي الاهلي والوسطى صالح جمعه، ولكن صفره حكم اللقاء ساب ركله حره لصالح النادي الاهلي. يبدا النادي الاهلي علي معلول يرجع ويسلم، اتلعب الطويلة احمد الشيخ، القدم اليسرى المهارية من احمد الشيخ موه وغير اتجاه اللعب مرة تانية. احمد الشيخ واحد على واحد عايز يعدي، عدى من نص اتنين الشيخ مشي عدى قالي حكم اللقاء، وادي مرة تانية ضربة رأس، ولكن ادي صلاح محسن ايضا نزل كبديلة لعمرو جمال عشان يكون ويقود خط هجوم النادي الاهلي في شوط اللقاء الثاني. صلاح محسن لاعب مواليد 98، واحد يا جماعه ايضا من المهاجم مميز جدا قادم من نادي انبي. احمد فتحي يرجع لرامي ربيعه، ربيعه معلول مع السليه، علي معلول يرجع ويسلم، علي معلول يرجع مرة تانية، نجيب لرامي ربيعة، رامي لنجيب، شايف أيضا تبديل عمله فريق نيوبورت اللاعب جاميل مات رقم 14 اللاعب الجامايكي نسبة اللاعب جاميل مات، لعب الموسم الماضي 13 مباراة أحرز 14 هدف وصنع 6 أهداف، أيضا عملوا مجموعة من التبديلات زي ما قلت لحضراتكم فريق نيوبورت كاونتي في شوط اللقاء الثاني. شايف اللاعب جميل مات وجوش لابادي ومايكل ديمترو ودانييل ليد بارت، يلعب طويلة توم كينج، ادي جميل مات اللي بقول لحضراتكم عليه واحد من الهدافين لهذا الفريق، استلم مرة ثانية لازار، اضغط عليه من احمد الشيخ يرجع ويسلم، النادي الاهلي بيضغط على فريق نيوبورت في منتصف ملعبه، لكن توم كينج لعبة قوية لخارج الملعب، رمي التماس لصالح النادي الاهلي. حمدي فتحي على الدايره بجوار السليه، شوف رميه التماس دور على حد يسند عليه،
جمال مات، لكن يلم محمد نجيب بكل هدوء بخبرة الأيام والسنين. حمدي فتحي يلعبها طويلة في اتجاه أحمد فتحي ولكن طويلة خارج الملعب مع عبدية. رامي تتماس رايح اللعب لازار. رامي التماس لفريق نيوبورت كاونتي. لازار حمدي فتحي، عادي القوة من صالح جمعة، لكن مرة تانية ابتدى السريع الفريق نيوبورت. هذا اللاعب رقم 4 جوش لابادي، لاعب بالمناسبة كان أحد شباب فريق ويست بروميتش. لاعب جوش لابادي صاحب القميص رقم 4 يرجع ويسلم النادي الأهلي مرة تانية. محمد نجيب معلول والتحضير كعب القدم في اتجاه صلاح محسن، لكن مقطوع. يضغط حمدي فتحي، يرجع كوري ويثلي لازار ونورس جورج، يرجع لتوم كينج. تحضير مرة تانية من توم كينج، يلعبها طويلة، بيلعب برجليه كويس توم كينج. أحمد الشيخ يرجع ويسلم حمدي فتحي، تمريرة مع السلية. معلول يلعب للسلية، السلية يلعب السلية في اتجاه الشيخ. الشيخ هيصوب جول 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 جوه جول، هدف التعادل للنادي الاهلي. بركاتك يا شيخ، بركاتك يا احمد يا شيخ، هدف يا ولد يا ولد، ما فيش اجمل ولا احلى من كده بالقدم اليسرى. بركات القميص رقم 22 وبركات احمد الشيخ يضع هدف التعادل للنادي الاهلي. ادي الكوره اللي كنت بقول لحضراتكم عليها من بدري، الكرات اللي بتتلعب في العمق، استلم احمد الشيخ وكره تخدع حارس المرمى، تخدع اي حارس مرمى، فيها سويرفل داخل المرمى جميله من احمد الشيخ، يضع هدف التعادل للنادي الاهلي. اذا نتيجه اللقاء تصبح هدف لكل فريق. دقيقه 53 من احداث عمر شوط اللقاء، داس وعمر اللقاء، هدف التعادل للنادي الاهلي عن طريق احمد الشيخ بلمسه جميله وركنها بالقدم اليسرى تسكن شباك الحارس توم كينج. هدف التعادل للنادي الاهلي. صالح جمعه تقدر تقول عليه الطبيب او الجراح بتاع فريق النادي الاهلي. معلول، علي معلول يرجع مرة تانية. رامي ربيع لأحمد فتحي، أحمد فتحي الجوكر بتاع النادي الأهلي. الشيخ مرة تانية، صالح، حمدي فتحي، حمدي فتحي يرجع مرة تانية، بذل فيها والله مجهود حمدي فتحي. معلول التحضير بعرض الملعب لصالح جمعة. صالح يرجع مع السلية لمعلول لصالح جمعة. صالح ادي التمريرة الطويلة، السلام يا صالح، السلام بالماس بالسنتي على قدم احمد الشيخ. صالح جمعة، يعني صالح جمعة لو ما كانش لعيب كرة كان من الممكن يبقى طبيب تخدير او جراح. يعني صالح جمعة اللمسة بالماس بالسنتي صالح جمعة، ولكن المرة دي خارج الملعب من صالح جمعة الى رمية التماس. لاعب اللي تحب لمسته، تحب الكرة بين اقدام صالح جمعة. رمية التماس لفريق نيوبورت، هيلعب جورج عند اللاعب جميل مات، لاعب اللي قلت لحضراتكم عليه، لاعب الجامايكي اللي احرز الموسم الماضي 14 هدف في 13 لقاء. يرجع مره ثانيه
هادي جاميل مات قوة بدنية هائلة، وهذا اللاعب رقم 4 جوش لابادي، ولكن صفرت حكم اللقاء احتساب ركلة حرة لفريق نيوبورت كاونتي صاحب القميص رقم 18 مات دولان على الركلة الحرة. التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بدرايج من ركلة الجزاء لفريق نيوبورت، وأحمد الشيخ بهدف ولا أجمل ولا أحلى ولا أروع من كده من أحمد الشيخ في شباك الحارس توم كينج. يرد مرة تانية النادي الأهلي، علي معلول عند محمد شريف، لعبة اتجاه صلاح محسن، مشي صلاح ولكن راية وصفارة، راية وصفارة، راية وصفارة، وتسلل على النادي الأهلي. هيلعب توم كينج حارس المرمى. زي ما قلت لحضراتكم واستعرضنا تاريخ فريق نيوبورت، الفريق او النادي اللي تاسس عام 1912، النادي الاهلي 1907، تاريخ انشاء كيان اسمه النادي الاهلي، قلعه لم ولن تغيب عنها شمس البطولات، شاء من شاء وابى من ابى، يبقى النادي الاهلي هو الضوء الساطع في الكرة المصرية والكرة الإفريقية والكرة العربية، ولما لا وهو نادي العظماء، وقلعة المجد والبطولات دائما وأبدا تبقى هي النادي الأهلي. لازار لعبة طويلة، لعب جاميل مات قوة بدنية هائلة، وادي جوش يلعبها لكن في راية وصفارة، أعتقد راية وصفارة على صاحب القميص رقم 17 لاعب لويس، وبالفعل تسلل. هيلعب علي لطفي، ربيعة، رامي ربيعة لأحمد فتحي، لربيعة مرة تانية، لعبة طويلة الطولة الأمامية، محمد شريف اسندها شريف جميلة، علي معلول مش معلول، علي علي معلول، علي اسندها، صالح صالح هيحط، صالح جمعة لم على شمال، لم على شمال، كنت عايزة بيمينك يا صالح، ادي صالح جمعة، ادي الحاوي، ادي الحلواني بتاع النادي الاهلي، صالح جمعة التمريرة مرة تانية، حمدي فتحي لصالح جمعة، السلية احمد فتحي مع احمد الشيخ، مهارة موجودة، احمد الشيخ قدم اليسرى المهارية اللي احرزت هدف التعادل للنادي الاهلي. بنلعب في 59 دقيقة من احداث امر شوط اللقاء الثاني، او بالتحديد 59 دقيقة من عمر اللقاء، والتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. يرجع مرة تانية فريق نيوبورت في منتصف الملعب، تمريرة للاعب مارك لكن يرجع مرة تانية للاعب جوش شيهان، لاعب صاحب القميص رقم 8 أيضا، لاعب أدي صالح جمعة، صالح صالح، تمريرة في العمق، أدي يا جماعة اللي بقول لحضراتكم عليه، ادي اللي بقول لحضراتكم عليه، التمريرات اللي في عمق الدفاعات احد الامور الفنيه المميزه جدا للنادي الاهلي في هذا اللقاء، بتتلعب التمريرات سريعه في عمق الدفاعات بتشكل اكبر خطوره، واضح اللمسات الفنيه خلال هذا المعسكر اللي بنشوفها من الجهاز الفني للنادي الاهلي والبصمات على ارض الملعب. لاعب جوش شيهان رقم 8 اللي نزل لارض الملعب ايضا كان لاعب ضمن صفوف فريق سوانزي سيتي الانجليزي، احمد فتحي يرجع مره ثانيه ويحضر النادي الاهلي، صالح جمعه، صالح التمريره الطويله عند محمد شريف لكن يضغط شريف، محمد شريف
معاه اللاعب رقم 3 دانيال ليدبارت. يقطع جوش لابادي، لكن يا سلام يا حمدي، حمدي فتحي صداده في منتصف الملعب للنادي الاهلي، لكن ركله حره. يبدا اللاعب مات دولان للازار لنورس، نورس جورج مره ثانيه يرجع لمنتصف ملعبه عند صاحب القميص رقم 8 جوش شيهان. تقدم من مارك اوبراين، اوبراين يبدا ويحضر فريق نيوبورت. تمريره مره ثانيه، خرج اللاعب مارفل اكبيتا، اللاعب النيجيري اللي قلت لحضراتكم عليه من اصول نيجيريه، انجليزي ومن اصول نيجيريه. وادي جوش شيهان لاعب نادي سوانزي سيتي السابق ونيوبورت كاونتي الحالي. بدايه كانت في صفوف فريق سوانزي سيتي وفريق شباب سوانزي سيتي. يبدا مره ثانيه فريق نيوبورت، وادي تمريرات، حاول يعمل تمريرات بعرض الملعب عشان يسحب لعيب النادي الاهلي لمنتصف ملعبه، لكن يرجع. هذا الضغط اللي بيعمله لاعب النادي الاهلي، يعني بيحاول يعمل ضغط من فوق لاعب النادي الاهلي. احمد فتحي يقطع السليه لاحمد فتحي، لكن مقطوعه ما تكملش الهجمه. مات دولان يرجع للاعب مايكل ديمترو لتوم كينج. توم كينج يمرر، ينزل ويستلم اللاعب رقم 4 جوش لابادي عند جوش شيهان، لكن يضغط السلية لحمدي فتحي. يرجع رقم 4 بدأ في شوط اللقاء الثاني ينظم صفوفه أكثر فريق نيوبورت كاونتي. عايز يعدي من الجانب الايمن، ولكن صفرت حكم اللقاء احتساب ركله حره لفريق نيوبورت كاونتي. ركله حره احتسبها حكم اللقاء على النادي الاهلي. شايف رامي ربيعه ونجيب والسليه يعمل تبديل النادي الاهلي، هشام محمد وياسر ابراهيم. التبديلات اللي عملها النادي الاهلي، واحمد علاء، التبديلات اللي اجراها النادي الاهلي. هشام محمد هيلعب على الدايره بجوار حمدي فتحي بديلا للسليه، ونجيب وربيعه لخارج الملعب، ونزل ياسر ابراهيم وأحمد علاء. يبدأ مرة تانية فريق نيو بورت، لكن هذه الضغط، هذه حمدي فتحي أحد انتدابات النادي الأهلي من فريق إنبي. جميل مات، ما شاء الله جميل مات، والقوة البدنية والبنيان الجسماني القوي جدا. هشام لأحمد الشيخ في الجانب الأيمن، الشيخ يرجع، الشيخ صالح جمعة علقها جميلة، مفيش أجمل أحلى من كده من صالح جمعة، لكن لخارج الملعب ركلة المرمى. توم كينج تجربة قوية للنادي الأهلي أمام هذا الفريق، فريق نيوبورت. بنلعب في 65 دقيقة من أحداث عمر شوط اللقاء، 65 دقيقة من أحداث عمر اللقاء، والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بدرايج. كان تقدم وادي اتلعبت وكان خطأ دفاعي، ولكن يطلع توم كينج. بدرايج كان تقدم في شوط اللقاء الأول لفريق نيوبورت، وتعادل في شوط اللقاء الثاني أحمد الشيخ للنادي الأهلي. شوف رمية التماس، علي معلول ملك كل الحلول، علي معلول، معلول يبدأ ويسلم مع حمدي.
لصالح جمعة، لازم يمضي ويبصم على كل كورة. صالح جمعة المايسترو بتاع النادي الأهلي، صلاح محسن، صلاح. ولكن حكم اللقاء قال ما فيهاش أي حاجة، جوش شيهان يضغط النادي الأهلي، تمريرة في اتجاه صالح جمعة، القميص رقم 10 لعبها عرضية جميلة، صالح هيسند صلاح محسن ولكن إلى خارج الملعب. شوف تحركات صالح جمعة، تحرك على أطراف الملعب، يسقط على نص اللي منتصف الملعب على الدايرة، يلعب عند قوس ال 18 أماكن اللي بياخدها صالح جمعة. اللاعب اللي بياخد حرية حركة في منتصف الملعب يبقى عنده اللامركزية في منتصف ملعب النادي الأهلي في الشق الهجومي. يبدأ مرة تانية الأهلي، لعبة عرضية علي معلول ولكن خارج الملعب مع عبدية. أدي مستر جهاز الفني، كلمات من الجهاز الفني لكلا الفريقين، سواء مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي أو المدير الفني الويلزي مايكل فلاين المدير الفني لفريق نيوبورت. زي ما حضراتكم متابعين معانا على قناة النادي الأهلي، ننقل لحضراتكم ثاني اللقاءات الودية للنادي الأهلي في معسكر الإعداد والاستعداد في إسبانيا. أيضا كل الكواليس والحصريات بنشوفها على قناة النادي الأهلي. يلعب لاعب ديلمات ولكن حكم اللقاء صافرة من حكم اللقاء، يلعب هشام محمد. حمدي فتحي يرجعها مرة تانية حكم اللقاء على معلول، محمد شريف علي معلول يرجع ويسلم، ادي صالح جمعة في اليمين ماشي، في الشمال ماشي، في كل مكان تلاقيه. احمد علاء، احمد علاء بيدور على احمد فتحي، يسند عليه، يسند على احمد فتحي، لاحمد علاء، علاء يرجع مره ثانيه حمدي فتحي. تبادل المراكز ما بين حمدي فتحي وهشام محمد في عمليه التسليم والتسلم. وادي طبيب التخدير بتاع النادي الاهلي صالح جمعه بالماس يا حماس على القدم اليسرى لاحمد الشيخ. الشيخ هيعدي، هيمر احمد الشيخ لهشام محمد. هشام نتاج قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. صالح جمعه لحمدي فتحي، حمدي هيصوب تصويبه من حمدي فتحي ولكن اصطدمت لخارج الملعب، ركله ركنيه للنادي الاهلي. تصويبه لخارج الملعب اصطدمت. ادي صالح جمعه، ادي الجراح بتاع النادي الاهلي اللي قلت لحضراتكم لو ما كانش لعيب كوره في يوم من الايام صالح جمعه كان ممكن يكون طبيب تخدير. هيلعب صالح جمعه الركنيه للنادي الاهلي. ادي احمد فتحي، احمد فتحي الجوكر بتاع النادي الاهلي والمنتخب المصري. والله المنتخب المصري افتقد لاعب بحجم وقيمه ورجوله احمد فتحي، وكلمه الرجوله دي لازم تحط تحتيها مليون عنوان، مليون سطر، مش تحط تحتيها اعلان اعتذار. كلام يعني ملوش وقت ان هو يتقال، ولكن بعض اللاعبين لازم في وقت من الاوقات تديهم حقهم. احمد فتحي واحد من الرجال، من رجال المنتخب المصري والاجيال الذهبيه، كان واحد من اللاعبين اللي تواجده كان لازم يكون مهم مع المنتخب المصري. قيمة وجود أحمد فتحي في أرض الملعب، وجود صالح جمعة في أرض الملعب، وجود السلية في أرض الملعب، وجود عبد الله جمعة وكهربا ومجموعة من اللعيبة اللي كانت لازم تبقى موجودة في صفوف المنتخب المصري، ولكن خرج المنتخب المصري من الباب الصغير. ادي تعليمات من المستر مارتن لاسارتي لاحمد علاء. مارتن
لسارتي تعليماته لاحمد علاء قلب دفاع النادي الاهلي بيلعب بجوار ياسر ابراهيم لاحمد الشيخ صاحب الهدف الجميل هدف التعادل للنادي الاهلي. تعليمات مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي. بنلعب في 71 دقيقه من عمر اللقاء والتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. بدرايج لفريق نيوبورت كاونتي الانجليزي واحمد الشيخ للنادي الاهلي. وادي الركله الركنيه بالقدم اليسرى لملك الحلول علي معلول الكره اللي فيها سويرف داخل المرمى هيلعبها علي معلول الركنيه للنادي الاهلي وعلي معلول على الكره بالقدم اليسرى علي يسند علي معلول يلعب مع احمد فتحي يعلق ويلعبها عرضيه احمد فتحي ارتقاء ضربه الراس ولكن مقطوعه. ادي اللاعب رقم 4 جوش لاباتي ولكن تدخل وصفره حكم اللقاء احتساب ركله حره. شوف والله احتسب ركله حره ولا رمي التماس. بالفعل احتسب ركله حره جوش لاباتي. يرجع توم كينج عند اللاعب لازار يلعبها طويله الطول الاماميه في اتجاه اللاعب موتوراي. موتوراي 19 عام لاعب الويلزي موتوراي ولكن مره ثانيه مقطوعه طويله تلاقيش حد خالص ترجع لحارس توم كينج. يبدا توم كينج ويسلم مع مارك اوبراين. اوبراين عند اللاعب دانيال ليد ابارت. عند اللاعب جميل مات عند موتوراي. موتوراي احتسب حكم اللقاء الركله الحره لصالح النادي الاهلي. شوف موتوراي ما شاء الله يا جماعه 19 عام موتوراي. لاعب جميل مات 28 سنه هداف الفريق وشوف البنيان الجسماني القوي ما شاء الله يعني محطه قويه جدا. ادي اتلعبت من لمسه واحده طويله عدت مرت فاتت خارج الملعب على احمد الشيخ لرميه التماس. مستر مارتن لاسارتي بيشيل لعيب النادي الاهلي. نضغط من فوق الضغط العالي اللي بيعمله لعيب النادي الاهلي. حاول مستر مارتن لاسارتي واقف في المنطقة الفنية ويغير من اسلوب الضغط. قسم عملية الضغط او الملعب لاجزاء للضغط مرة ثانية. علي لطفي ولكن ما يلحقش علي خارج الملعب لرمية التماس لفريق نيوبورت كاونتي الانجليزي. رمي التماس من الجانب الايمن رايح اللاعب مايكل ديمترو. مايكل ديمترو رمي التماس. شوف مين هيجي لمايكل. ميز فريق نيوبورت كاونتي بالقوة الجسمانية والقوة البدنية. خلاص يا جماعة مفهوم الكرة اتغير في الفترة الأخيرة اللي اتلعبت. حكم اللقاء أشار بيه أشار واحتسب هاند بول لمسة يد لصالح النادي الأهلي. شوف كلنا في كأس الأمم الأفريقية كوبا أمريكا انتهت وفوز المنتخب البرازيل بالبطولة. شوف القوة البدنية السرعة البنيان الجسماني لعيبة ومنتخبات بدأت تظهر على الساحة الأفريقية والساحة العالمية. لنا بنشوف منتخب بنين، بنشوف منتخب مدغشقر، بنشوف منتخب الموريتاني وتبقى الحصان الأسود للبطولة. هيبقى الحصان الأسود المرشح الأول للبطولة طبعا منتخب الجزائر مع المدير الفني القدير جمال بالماضي. علي معلول يلعب ويسلم حمدي فتحي
التمريرة. هشام محمد لأحمد فتحي، يا ولد على التمريرة من لمسة واحدة في اتجاه أحمد الشيخ. أحمد فتحي تجربة مفيدة جدا للنادي الأهلي. ادي الشغل بقول لحضراتكم عليه، وادي الهمسات ووادي اللمسات ووادي الكرات اللي في العمق اللي من بدايه اللقاء بنتكلم عليها. اذا النادي الاهلي في هذا اللقاء بيحاول يوصل من عمق الملعب، علشان كده بقول لحضراتكم دي فايده اللقاءات الوديه. بجرب بشوف وبحاول مره واثنين وثلاثه اطبق اسلوب لعب اقدر استفيد منه في بعض اللقاءات او في توقيتات معينه من اللقاءات. بعض المدربين والمدربين الفنيين يلعب مباراه وديه، الهدف من المباراه الوديه بالنسبه له ان انا اقدر اغير من سيناريو اللقاء في توقيتات معينه. مع في مدربين بتقسم اللقاء لتوقيتات، يعني كل وقت ليه سيناريو معين، مش ببدا بطريقه مثلا 4-2-3-1 خلاص بقى مسلم ان انا انهي اللقاء بنفس الطريقه، او ببدا ب 4-4-2. لا، في مدربين بيغير السيناريو بتاعه في اللقاء في اكتر من طريقه او اكتر من خطه. يعني زي ما قلنا ودايما بيقول، وانت معاك الكوره بيبقى ليك طريقه لعب، الطريقه دي بتختلف من المباراه للتانيه، بتختلف من الغرض اللي انا عايزه من المباراه، بتختلف من التوقيتات بتاعه المباراه. في بعض اللاعبين بيجي مع اقتراب المباراة من النهاية المجهود بتاعه بيتضاعف. هشام محمد يلعب الطويلة ولكن يرد مرة تانية لزار خارج الملعب رمية التماس. زي ما قلت لحضراتكم بعض اللاعبين مجهوده بيتضاعف. شوف تبلين ينزل مرة تانية، صاحب القميص رقم 7 اللاعب مارفيل إكبيتا ولاعب نورث جورج. حاول ايضا فريق نيوبورت ان هو يدي فرصه لكل اللاعبين الموجودين معاه. هشام محمد، احمد فتحي، فتحي يرجع فتحي لاحمد الشيخ، احمد الشيخ. شوف خلق المساحه اللي بيعملها احمد فتحي. صالح جمعة، اللعبة بسيطة وسهلة، تحس إن كرة القدم مع صالح جمعة إنها لعبة بسيطة وسهلة. أجمل ما فيها البساطة والسهولة. يوهان كرويف النجم الهولندي ليه مقولة جميلة، كان يقول لك إن كرة القدم لعبة بسيطة وسهلة، أصعب ما فيها هي البساطة والسهولة بتاعتها. صالح جمعة هو المثال الصحيح للكرة البسيطة والسهلة. يعني دايماً بنقول ان في لعيب وانت بتتفرج عليه ما تحسش انك بتبذل مجهود وانت بتتفرج عليه، تحس ان النفس طالع واخد راحته في الملعب. هو صالح جمعه واحد من اللاعبين اللي تحس ان انت ما بتبذلش مجهود وانت بتتفرج عليه. يعني في بعض، يعني دايما بنقول حتى في الفن، في مطرب وانت بتسمعه تحس ان انت بتبذل مجهود وانت بتسمعه. صالح جمعه تقدر تقول هو احد كبار مصممي الازياء، زي ما قال كابتننا الكبير كابتن ميمي الشربيني، يقول لك احد كبار مصممي الازياء في عالم كرة القدم المصرية. صالح جمعة هو المثال لمقولة يوهان كرويف البسيطة السهلة. اوعى تفتكر ان الامر ده سهل، العكس، اصعب حاجة في الكورة الكورة البسيطة والسهلة. مرة ثانية النادي الاهلي، جوش شيهان صاحب القميص رقم 8 يلعبها طويلة عند المحطة القوية. لعب موتوراي مضغوط عليه من ياسر إبراهيم. ياسر، بص يا جماعة، شوف القوة البدنية، شوف صالح جمعة، شوف اللمسة. هذه التصويبة ولكن لخارج الملعب، خارج الملعب، ركلة المرمى لصالح النادي الأهلي. علي لطفي، يعني تقدر تقول علي لطفي لم يختبر في هذا اللقاء، لم يختبر في هذا اللقاء، لكن شايف ان في بعض الامور الفنيه النادي الاهلي النهارده استفاد منها كثيرا كثيرا. علي معلول يرجع مره ثانيه، يبدا هشام محمد. ادي النقطه اللي كنت بقول لحضراتكم عليها، تبادل المراكز ما بين هشام وحمدي فتحي في عمليه التسليم والتسلل. ادي طبيب التخدير بتاع النادي الاهلي، صالح جمعه لاحمد فتحي، شله جميله، ارتقاء ولكن سهله لتوم كينج. يبدا مره ثانيه فريق نيوبورت، موتوراي يرجع عند اللاعب مايكل ديمترو.
جمل مات ما شاء الله وقعته ازاي يا ياسر؟ يعني ما شاء الله شوف اللعب جمل مات العب ركله حره فريق نيوبورت كاونتي. عند اللعب لازار شايف لعب رافائيل مارفل. ادي مارفل اللي ضم لعمق الملعب مارفل اكبيتا اللي بقول لحضراتكم عليه 23 عام من اصول نيجيريه صاحب الجنسيه الانجليزيه. يبدا جوش شيهان عند ويزلي يرجع مره ثانيه. ادي انتقال النادي الاهلي لمنطقه منتصف الملعب جاميل مات يقطع مره ثانيه. هشام لصالح جمعه صالح التمريره بالماس بالسنتي معاه المتر بتاعه صالح جمعه بيحسب الباص والتمريره بالسنتي يا جماعه بالماس. يرجع النادي الاهلي علي معلول لمحمد شريف جناح الهجوم الايسر للنادي الاهلي. يرجع ويسلم مره ثانيه. ادي صالح جمعه سلام يا صالح يلعبها لكن تدخل ما بين حمدي فتحي ولاعب فريق نيوبورت كاونتي. كل السلامه كل اللي يهمنا في المقام الاول دايما بنقول هو سلامه اللاعبين. بنلعب في 82 دقيقه من احداث عمر اللقاء والتعادل الايجابي بهدف لكل فريق النادي الاهلي ونادي نيوبورت كاونتي الانجليزي. ثاني اللقاءات الوديه لفريق النادي الاهلي ضمن معسكر الاعداد المقام باسبانيا تحديدا مدينه الاكانتي الاسبانيه. بران مقام على ملعب بيناتارا امام فريق نيوبورت كاونتي الانجليزي احد انديه الدرجه الرابعه في الدوري الانجليزي. يبدا مره ثانيه فريق نيوبورت كاونتي. توم كينج يلعب الطويله توم كينج عند جاميل مات. ادي جاميل مات وركله حره لصالح النادي الاهلي لصالح احمد علاء. اهلي بينتظروا لقائنا في غايه القوه لقاء المقاولون العرب. ان شاء الله يقدر النادي الاهلي يحقق الانتصار ونحتفل جميعا في لقاء القمه كالعاده امام نادي الزمالك ان شاء الله طريق نحو الوصول للبطوله رقم 41 للدوري المصري. الملك المتوج على عرش الكره المصريه والقاره السمراء يبقى دائما وابدا هو النادي الاهلي. علي معلول يرجع ويسلم مرة تانية. أحمد علاء لأحمد فتحي تمريرة أدي صالح جمعة لأحمد فتحي لعبة طويلة مايكل ديمترو مع أحمد الشيخ لمسات وبركات الشيخ. أدي صالح جمعة يلعب مع الشيخ ولكن رايو صفارة كان في وضعية التسلل. أحمد الشيخ عملية خلق المساحة. أحمد الشيخ كان في موقف تسلل ايضا كان يعني من ضمن الافكار ليوهان كرويف كان يقول الاستراتيجيه الافضل ان انا اخلق مساحه للاعب اللي معاه الكره بدل من ان انا اضيق عليه المساحه واروح استلم منه. يعني يقول لك من ضمن فلسفه يوهان كرويف في كره القدم عمليه خلق المساحه ان انا لازم اروح اخلق المساحه للاعب اللي معاه الكره. ادي توم كينج مايكل ديمترو ادي الضغط البريس اللي بيعمله النادي الاهلي. توم كينج لسه في الملعب ولكن خارج الملعب رميه التماس. احمد فتحي شيخ لاحمد فتحي لكن مقطوعه مرتدة السريعة. جاميل مات يلعب مع نورس جورجو على السلام يا احمد يا فتحي رجوله احمد فتحي عنوان الرجوله يعني احمد فتحي ياما لعب عليه في مركز
الظهير الايسر او الجناح الايسر لعيبه ونجوم كتير، واحمد فتحي. احمد فتحي دايما فتح الرجوله، فتح القوه. احمد فتحي رمضان وادي هيلعب علي لطفي ركله المرمى. الحارس لم يختبر في هذا اللقاء، احمد فتحي. احمد فتحي ولا ياثر معاه نورس ولا جورج ولا اي لاعب في ارض الملعب. يبدا مره ثانيه علي معلول، لعبة طويلة في اتجاه صلاح محسن ولكن سهلة للحارس توم كينج. يبدأ مرة ثانية طويلة الطولة الأمامية كل قوة ضد النادي الأهلي. وأدي تدخلات، في بعض التدخلات العنيفة شوية فينا في الدقايق الأخيرة. أدي تدخل بقوة، تدخل بقوة في بعض التدخلات العنيفة شوية. صالح جمعة، حمدي، ادي مش ممكن يعني زي ما بقول لحضراتكم في تدخلات عنيفه وبقوه. وادي انذار، ادي انذار، انذار لاحمد الشيخ. كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن، والله احمد الشيخ كارت احمر، كارت احمر لاحمد الشيخ صاحب هدف التعادل للنادي الاهلي. وايضا لاعب دانييل كارت احمر، اذا طرد هنا لاحمد الشيخ وطرد للاعب دانييل. ادي صالح جمعه، ادي صالح يلعب عند محمد شريف لكن اللي خارج الملعب. هيلعب رميه التماس للنادي الاهلي علي معلول. 10 لاعبين بنستأنف ونستكمل احداث اللقاء. النادي الاهلي بعد خروج احمد الشيخ وحصوله على الكارت الاحمر وخروج اللاعب دانييل لاعب فريق نيوبورت كاونتي، يرجع مره ثانيه حمدي فتحي. حمدي يلعبها طويله حمدي ولكن اللي خارج الملعب ودي مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي. رمي التماس وتعادل ايجابي، تجربه مفيده جدا لفريق النادي الاهلي. ادي اللاعب مارفل اكبيتا مقطوعه، اتلعبت سريعه للنادي الاهلي اتجاه علي معلول. علي العرضيه حط راجل مش ممكن ولكن توم كينج، توم كينج، كينج كونج طالع وقافل واخد كورته وقافل زاويته واخد خطوتين لقدام. هيلعب توم كينج. وصفرة نهاية أحداث شوط اللقاء الثاني يطلقها حكم اللقاء بتعادل إيجابي ما بين الأهلي وفريق نيوبورت نيوبورت كاونتي الإنجليزي بهدف لكل فريق في ثاني التجارب الودية لفريق النادي الأهلي. أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، التقينا على المحبة والخير والسلام. وفي الختام تقبلوا مني خير السلام، كان معكم معلقكم الرياضي فاروق صلاح، اترككم في رعاية الله وأمنه، تقيكم في لقاءات قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.